تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام لآخر المستجدات البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الثورة الترابي حتى الساعة 8:23 من مساء الأحد، ليدخل بعد ذلك برج الجوزاء الهوائي ويظل فيه حتى الساعة 8:49 من صباح الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج السرطان المائي ويمكث فيه حتى الساعة 9:38 من صباح الجمعة، ليدخل برج الأسد الناري ويبقى فيه حتى الساعة 9:22 من صباح الاثنين، ليكون بعد ذلك في برج العذراء الترابي حتى الساعة 6:23 من مساء الأربعاء من الأسبوع المقبل. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة هامة في حياتنا، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأحد والتي بدأت من الساعة 5:11 مساء وتستمر حتى الساعة 8:23 مساء. يوم الثلاثاء من الساعة 11:10 ليلا وحتى الساعة 8:49 من صباح الأربعاء. يوم الجمعة من الساعة 6:15 مساء وحتى الساعة 9:38 مساء. يوم الاثنين من الأسبوع المقبل من الساعة 2:12 فجرا وحتى الساعة 9:22 صباحا. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. نكون الآن مشاهدينا مع جولة لأبرز الزوايا التي سوف تتشكل ما بين القمر والكواكب الرئيسية الأخرى خلال هذا الأسبوع، ونبدأ مع يوم الاثنين. فجر الاثنين ستتشكل زاوية سكستال الإيجابية بين القمر وكوكب المشتري، مغزاها إننا نكون قادرين في المحافظة على صحتنا وننجح في كسب مبلغ من المال ونعزز علاقاتنا العائلية. فجر الاثنين تتشكل زاوية سكستال الإيجابية بين القمر وكوكب المريخ، هذه الزاوية تمنحنا حافز لمكسب مالي وتساعدنا للمحافظة على صحتنا. ظهر الاثنين تتشكل زاوية اقتران الإيجابية بين القمر وأشعة الشمس ويولد القمر هلالا، هذه الزاوية تعني بوسعنا البدء في الشروع بخطوة جديدة في حياتنا. يوم الثلاثاء الموافق 31 من أيار مايو ليلة الثلاثاء تتشكل زاوية تربيع الصعبة بين القمر وكوكب نبتون، وهذه الزاوية تعني أن خيالنا يشطح بنا إلى عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع أو عالم وهمي غير واقعي الذي نعيشه. ليلة الثلاثاء تتشكل زاوية تراين الإيجابية بين القمر وكوكب زحل، وهي تعني أننا نكون قادرين على تنظيم أمورنا بشكل جيد ونتحمل المسؤولية. يوم الأربعاء الأول من حزيران يونيو مساء الأربعاء تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين القمر وكوكب المشتري، وهي تعني أنه يجب الحذر من بعض الخبثاء من استغلال طيبتنا وكرمنا. مساء الأربعاء تتشكل زاوية سكستال الإيجابية بين القمر وكوكب الزهرة، وهي تعني أننا نكون حساسين تجاه أفراد من الجنس الآخر وبالتالي ننجح في تعزيز علاقتنا معهم. مساء الأربعاء تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين القمر وكوكب المريخ، وهي تعني أننا نكون بحاجة للصبر والتأني في أي عمل روتيني نقوم به. يوم الخميس الثاني من حزيران يونيو مساء الخميس تتشكل زاوية سكستايل الإيجابية بين القمر وكوكب أورانوس، وهي تعني أنه تكون لدينا فرصة اجتماعية بإمكاننا استغلالها والاستفادة منها. يوم الجمعة الثالث من حزيران يونيو ظهر الجمعة تتشكل زاوية تراين الإيجابية بين القمر وكوكب نبتون،
هذه الزاوية تعزز من الخيال الخصب وقدرتنا الروحانية، ويمكن لأحلامنا أو خيالنا ترشدنا إلى أحداث ممكن أن تحدث في المستقبل. ظهر الجمعة تتشكل زاوية سكستايل الإيجابية بين القمر وكوكب عطارد. هذه الزاوية تعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، ونشعر أن ذاكرتنا نشطة أكثر. مساء الجمعة تتشكل زاوية المقابلة بين القمر وكوكب بلوتو. هذه الزاوية تدفع ببعض الأشخاص يميلون إلى فرض سيطرتهم على الآخرين من حولهم، مما يؤدي إلى توتر العلاقة. يوم السبت الموافق الرابع من حزيران يونيو، فجر السبت تتشكل زاوية تراين الإيجابية بين القمر وكوكب المشتري. هذه الزاوية تساعدنا في تعزيز الروابط العائلية، وتكون لدينا فرصة لمكسب مالي أو مكسب معنوي. ظهر السبت تتشكل زاوية تراين بين القمر وكوكب المريخ. هذه الزاوية تعني أننا نحافظ على صحتنا ويكون لدينا حافز لكسب المال. وظهر السبت تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين القمر وكوكب الزهرة. هذه الزاوية تعني من يشعر بإحباط عاطفي يكون لديه ميل للإنفاق. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ناخذ أول اتصال ونشوف مين على الخط. ألو. ألو. تفضلي. تفضلي. يمكن أسأل على المواليدين؟ أنت على الهواء. 2005. نعم. تفضلي. على عادة المدرسة للدراسة. دقيقة، 2005 ايش قد المواليد كاملة؟ لأن تليفون 12/8. شنو سؤالك؟ برج الأسد أنت، شنو سؤالك بلا زحمة؟ على الدراسة. دراسة، أنت طالبة مدرسة صح؟ خارجية. اوكي، ما عندك مشكلة على طول السنة. إذا حاليا عندك امتحانات أو دراسة هاي الفترة، مو بس أنت، بغض النظر عن البرج اللي ننتمي له، هذه الفترة يتوجب على الطلاب جميعا يعني كافة أن ينتبهون في مجال الدراسة، يركزون أكثر وما يستعجلون في الإجابة، لأن شوية قد ينسون فتشي سهوا مثلا مو على بالهم أو ما حاسبي الحساب. بعد 3/6 وصاعدا الوضع من ناحية الدراسة يرجع على وضع الطبيعي، ويعتمد على حسب الاجتهاد. أنت شخصيا على طول السنة حسب اجتهادك الشخصي ماكو أمور تدعم مجال الدراسة، ولا بنفس الوقت أمور لا سمح الله تصعب عليك هذا المجال. نأخذ اتصالات في آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ألو. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اسمي أفراح من بغداد. أهلا وسهلا. أريد أعرف مواليد ومواليد زوجي. إيش قد مواليدك؟ 15/11/85. زوجي 13/5/70. شو تريدين تعرفين؟ طبعا انت من مواليد برج يعني العقرب. هو بيناتنا. صار ايش قد من زوجي؟ اريد اعرف مواليد اولادي. لا واحده لا هاي كلها. خاصه يخلص الرصيد. لا وكلها انت تساليني على شيء مهم. على شيء مهم. انا وزوجي اريد اعرف يعني من ناحيه يعني ايه تفضلي علاقتنا هذه. صارت ايش قد من الزوجه افراح؟ صار 7 سنوات. ده دوري مشاكل هسه ذكرتي. لا دقيقه، اريد اعرف من على الاطفال يعني. اعطيني ساعه الولاده مالتك بس اذا امكن. الفجر يقولون الفجر، ما اعرف والله. دقيقه هسه 15 دقيقة. تمام. عندنا أسد زوجة زوجة. شالع قلبك ها؟ جديد. يعني. علاقة زينة ماشية، يوم حلوة ويوم شو اسمه.
انت هسه سالتي على الاطفال صح؟ تريدين؟ شنو سؤالك بعد افراح؟ ما طول رصيدك ما خلص؟ اريد اعرف يعني على المدى البعيد انا وزوجي. ما يعني عندش مشكله، ما عندش مشكله، علاقتكم زينه. هاي شلون انت هسه عايشه 7 سنين، خد وعين، يوم حلو يومين ما حلو، او يوم حلو يوم ما حلو، وهكذا تمشي تظل هيجي. بقت يمك هسه انت. زين؟ زين اولادي؟ شنو سؤالك؟ شيء مختصر اطيج. عن الدراسه، عن مستقبلهم ان شاء الله، شيء مختصر. 1/5/2016 وواحد دقيقه 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 5/10 اوكي 2016 واحد هذا برج الميزان 2016 26/7/2015 26/4/2016 ل 15 مؤيد، والاول 16 شلون؟ عموما بما انه الرصيد خلاص، الاول مولد برج الميزان من ناحيه الدراسه هو واجتهاده، الثاني ايضا هو واجتهاده الشخصي. اذا عنده مثلا هاي الفتره مواليد برج الثور من 3/6 وصاعدا، فتره الدراسه حتكون عندهم كلش ايجابيه زينه، يعني كذا يعني تكون تدعمهم في مجال الدراسه، يعني قليل من الاجتهاد يحصل على درجات، واذا يدرس طبعا يحصل درجات اكثر ان شاء الله على طول السنة. إذا بعدين مرة ثانية، بما أنه اليوم حصلتي مرة ثانية، خلي رصيد إن شاء الله تحصل، ظلي لحي إن شاء الله تحصلين بما أنه حصلتي اليوم. أجاوبك بالحلقات المقبلة إذا الله راد. مشاهدين الكرام، المشاركة والتواصل، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وما هي للاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام لآخر المسجدات البرج العالي. مشاهدينا الكرام، نعرض على حضارتكم الآن الفترة السلبية للقمر لشهر حزيران يونيو حسب توقيت مدينة بغداد. الجدول الموضح الظاهر أمام حضراتكم، بداية الفترة بالتاريخ ونهاية، وبداية الفترة بالوقت ونهاية الفترة بالتاريخ ونهاية الفترة بالوقت، ويدخل أي برج. هذا حسب توقيت بغداد اللي يحب يصور الشاشة. ونعرض على حضراتكم مشاهدينا الفترة السلبية للقمر حسب توقيت غرينتش، أو حسب التوقيت العالمي اللي ساكنين خارج العراق، حسب المنطقة يراعون فرق المنطقة الزمنية أو فرق التوقيت ما بينهم وما بين الأوقات اللي مذكورة. بداية الفترة السلبية بالتاريخ، بداية وقت الفترة السلبية، بداية الفترة السلبية، نهاية الفترة السلبية بالتاريخ، ونهاية الفترة السلبية بالوقت، ويدخل أي برج. هذا حسب التوقيت العالمي اللي مقيم خارج العراق أو خارج يعني توقيته مو مثل توقيت بغداد، يقدر يطلع على هذا الجدول ويستفيد من عنده. مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. كوكب الزهرة في الساعة 5:46 من مساء يوم السبت الموافق 28 من أيار مايو، انتقل كوكب الزهرة المسؤول عن العاطفة والفن والجمال والمال من برج الحمل الناري إلى برج الثور الترابي، وسيمكث فيه حتى الساعة 3:34 من فجر يوم الخميس الموافق 23 من حزيران يونيو. مواليد برج الثور والذين يتحكم بهم هذا الكوكب مع مواليد برج الميزان يجتازون خلال الأسابيع الأربع المقبلة فترة عاطفية تحسن من مظهرهم الخارجي وتعزز من علاقتهم الحالية إذا كانوا راضين عنها. منهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة، ومنهم من يعزز علاقة قائمة، ويشعرون بقوة العاطفة وتجاوب أحبائهم معهم. يستفيد في ذلك مواليد الأبراج الترابية والمائية، أي العذراء، الجدي، السرطان، العقرب والحوت، وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة في برج الثور الترابي ساعة ولادته. من يولد وكوكب الزهرة في برج الثور يكون إنسانا رومانسيا بحاجة إلى طرف آخر يتبادل معه عاطفته بهدوء واتزان، وغالبا يحب الفنون لا سيما الغناء والموسيقى، كما يحب الحاجات الفنية والطعام الجيد.
دخول الزهرة إلى برج الثور تضفي على الأجواء الرومانسية دفئا وحرارة، فهي تتحكم بهذا البرج إضافة إلى برج الميزان. نتابع أبرز الزوايا التي تتشكل بين كوكب الزهرة والكواكب الرئيسية الأخرى، فتصادفنا أولا زاوية اقتران مع كوكب المفاجآت والتغيرات أورانوس. هذه الزاوية تصل ذروتها في الساعة 2:02 من بعد منتصف ليل يوم السبت الموافق 11 من حزيران يونيو. مغزى ذلك أن أي علاقة عاطفية واهية تنتهي بشكل نهائي وبشكل سريع ومفاجئ دون رجعة. زاوية التربيع الصعبة مع كوكب زحل تصل ذروتها في الساعة 12:32 من بعد منتصف ليل يوم السبت الموافق 18 من حزيران يونيو. هذه الزاوية تخلق المتاعب في أي علاقة عاطفية غير متينة، وغالبا ما نعاني من غالبا ما نعاني من أزمة عاطفية عند حصولها، خاصة إذا كنا نعبر عن عاطفتنا لشخص وقعنا في غرامه. زاوية السكستايل الإيجابية مع كوكب نبتون هذه تصل ذروتها في الساعة 7:06 من صباح يوم الأحد الموافق 19 من حزيران يونيو، وهي تجعلنا أكثر لطفا في تعاملنا مع الغير، وتبرز صفة الذوق الرفيع، ونجد أن من السهل علينا التفاهم مع الأشخاص الذين نتعامل معهم. زاوية تراين الإيجابية مع كوكب بلوتو تصل ذروتها في الساعة 11:23 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 من حزيران يونيو، وهي تعزز من علاقاتنا بأحبائنا وتدعم أي زواج ناجح. مشاهدينا الكرام، لوجود كوكب الزهرة في برج الثور خلال الأسابيع المقبلة تأثير على مواليد الأبراج كافة. تأثير هذا الكوكب في برج الثور تجدوه في صفحة على حسابنا على الفيسبوك البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام لآخر المستجدات والأخبار البرج العالي. وننتقل او عوده للمكالمات الهاتفيه. الو الو. نعم تفضلي. الو تفضلي. البرج مال 4/5. اي سنه؟ 78. ساعه الولاده؟ الولاده ما اعرف. هذا برج الثور، شنو سؤالك؟ هو سؤال عن الرزق. الرزق حاليا هدوء، ما عنده شيء من ناحية الرزق. الفترة الإيجابية إلى من 23/6 لغاية 18/7 آنذاك تكون لمواليد برج الثور مكاسب مالية من 23/6 لغاية 18/7، هذه الفترة تكون يعني يكون رزقهم أوكي. بعد ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو، أنت ملتهية ويا الخطار مالك. ألو ألو. نعم تفضل أسمعك. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. برج القوس بس المواليد 28/11 يا 2000. سنة 2000 2000 ساعة 2000. الولادة سنة الولادة هو 28/11. لا لا الساعة، الساعة بيت جاي. الساعة 6:00. أوكي شنو سؤالك؟ برج القوس عن الحالة المادية والعاطفية. زين، طبعا انت من مواليد برج القوس. بس دقيقه، من ناحيه العاطفه بدي اشوف لك اياها. هاي السنه من 16/5/2023 كل الزينه لك من ناحيه الحظ العاطفي والمالي، تكون عندكم عده فرص للارتباط، يعني يكون عندك معجبات هوايه. زين وبالتالي تكون عندك فرص ارتباط كبيره من ناحيه العاطفه، قد تؤدي مثلا اذا انت عندك استعداد يعني للزواج تكون تؤدي الى خطوبه او زواج ان شاء الله. انت هاي الفتره هسه مثلا الفتره الجايه من 23 بالشهر بالذات، من 23/6 وصاعدا تكون عندك فرص كلش كبيره من ناحيه الارتباط الزواج بشكل خاص لمواليد برج القوس.
إذا عندك استعداد أو تريد تخطب أو تتزوج أو تبدي بعلاقة، الأجواء تكون إيجابية إن شاء الله آنذاك لصالحك. من ناحية المادة، الفترة الإيجابية القوية لك من 18/7 لغاية 11/8، هذه الفترة هي الفترة المثالية لك أو القريبة تقريبا. عندك فترة ثانية تكون بنهاية السنة، فهي من 18/7 لغاية 11/8 هاي الفترة الإيجابية من ناحية المادة. من ناحية عاطفية، أنت كشخصية من الخريطة مالتك من النوع اللي شوية حذر، يعني مو من النوع اللي بسرعة تحب، يعني من إذا شوية انخذلت أو الطرف الثاني ما انطاك نفس الأشياء اللي أنت تتوقعها، أو لا سمح الله مثلا انفصلت عن الطرف الثاني، مو من النوع اللي بسهولة تحب مرة ثانية، اراد لك شوية تستراح، يلا هذا طبعك. بس لا تخاف من ناحية العاطفة، الأمور إيجابية لك على طول السنة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا بك يا هلا. مشاهدينا الكرام، نعرض على حضراتكم الآن المخطط البياني لشهر حزيران يونيو. هذا المخطط يفيد الناس اللي ما يعرفون برجهم، اللي هم مثلا 1/7 أو تاريخ ميلاده غير دقيق. حاط لكم بهذا المخطط الأشياء الأساسية اللي هي محور حياتنا، محور حياة كل شخص بشكل عام. النشاط الرياضي مثلا اللي عنده يريد يحكي ويا ناس، أو عنده في التقديم في مشروع معين إلى آخره. كل شيء مثلا النشاط والرياضة على سبيل المثال، يمينه تمشون من حسب المخطط المربعات هذه، إذا لونها أبيض يكون لونه هذا الشيء طبيعي، إذا لونه أزرق داكن هذا يكون كلش قوي لهذا الشيء اللي يقابله بالجهة اليسار وحسب التاريخ. فهذه الأشياء الأساسية بحياتنا اللي نقدر نعتمد عليها يفيد هذا الشيء بشكل خاص اللي ما يعرفون مواليدهم، وايضا هو عام لكل مواليد الابراج كافه بغض النظر عن البرج اللي احنا ننتمي له. العفو. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم. مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه ما هي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. مواليد 1977 1/27، بس أريد أعرف البرج مالتي. برج الدلو. برج الدلو. ساعة الولادة. ساعة الولادة بغداد يمكن. آسف. شلون العفو؟ بغداد مو؟ لا لا، ساعة الولادة. يعني جيتي الفجر. ما اتذكر والله. تمام، شنو سؤالك؟ مواصفاته؟ سؤالي مواصفات هذا البرج شنو؟ ستة. عندنا 6 7 5، ارقامك 4 7 9. انت عديمة الصبر، من يعني انت كواحدة من مواليد برج الدلو تتميزين حبك حريتك واستقلاليتك الى حد كبير، تحبين الصداقات، هواي انسانه اجتماعيه، تحبين يعني ما تحبين العفو، يعني الاشياء المتطرفه او كذا، من النوع اللي تنظرين للناس كلهم كاسنان المشط، الجميع في عينك متساويين، ماكو فرق بين هذا ابيض اسود اخره، يعني مثلا بغض النظر عن الدين اللون العرق المذهب الى اخره، هاي الاشياء عندك الناس سواسيه، تنظرين للإنسان كإنسان وليس على انتماءه أو جذوره إلى آخره. وكذلك عديمة الصبر، أنت مثلا هسه شفتش من التليفون مالك، أنت من النوع اللي ما تقدرين تعدين للعشرة، يعني من النوع جدا عجولة، يعني غالبا ما ينفذ صبرك بسرعة، مزاجية جدا، عندك حاسة سادسة جدا قوية، حياتك متوازنة، هاي أنت شخصيا وليس برج الدلو كلهم، حياتك متوازنة ما بين العيش في العالم الواقع وأيضا أحيانا تعيشين في عالم الأحلام والأوهام. هذه صفاتك اللي أقدر طلعتها من مواليدك. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. تفضل. ألو. نعم. تفضل، تعال هوا. ألو. مرحبا. مرحبا، يا أهلا بيك. 21/9/1777.
77 برج العذراء. انت شنو سؤالك؟ على الرزق واشوف الرزق. اوكي بس نصلي تلفزيون بلا زحمه عليك. ساعة بيت جاي؟ ساعة بيت جاي؟ ما اعرف الله الساعة. زين شوف من ناحية الرزق الفترة الحالية من الآن لغاية 16/5/2023 هاي السنة كاملة تقريبا من شهر من حاليا يعني من شهر 5 هذا لحد 16/5/2023 أفضل شيء عندكم أنتم أو أكثر الأبراج اللي مستفيدين مواليد برج العذراء بالإضافة إلى مواليد برج الحوت. أنتم مواليد برج العذراء بشكل خاص تحصلون على مكسب أو مبلغ من المال يكون على الأغلب من تركة أو توفير أو قرض أو ادخار أو أي مبلغ إلى صلة بطرف ثاني. الوضع المادي بشكل عام إن شاء الله إيجابي، ماكو داعي للقلق. من ناحية صحية هم من وضعك طبيعي، انتبه إلى منطقة المعدة أكثر شيء، هذه المناطق المعرضة للإصابة، وإن شاء الله ما عندك شيء يدعو للقلق. وناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. تفضل. أستاذ خلال. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا بيك استاذ خلال. المواليد تريد؟ تفضل. نعم. 13/12/49 13/12/49 الساعة 1:15 بالليل. ما شاء الله. لا تضحك علي، عليك يا سيدي. لا ما اضحك، لا بس عندنا احنا العراقيين انت يعني الثمانينات قسم مثلا اقول له يقول لي 1/7 مثلا ما يعرف، بس انت الساعة لا ما شاقة وياك. لا ما ادري. لا نعم استاذ خلال، قبل يومين ثلاثة انفقد عندي مبلغ بالسوق. أوكي. هاي وحدة، يعني هل يد غريبة أو يد قريبة تنوه لي شيء من هالناحية، هل يعود لي المبلغ أو لا؟ هاي ما أعرف، مرات يسألوني هذا أقول لهم أنا مو شو اسمه ما أريد أجيب الاسم. تفضل. تخمين يعني؟ ما أعرف، هي هاي الفترة اللي إحنا بيها، أنت مواليد برج القوس. نعم. هاي الفترة اللي احنا بيها، هذه الفترة تراجع كوكب عطارد. اذا تتابعني انت حضرتك جنابك، فترة تراجع عطارد تكثر حوادث الطرق وتكثر السرقات، تمام؟ نفقد حاجات دون وعي منا او سهو مثلا كمفاتيح او محفظة، هاي الاشياء كلها انا ذاكرها، فانت لو منتبه كان ما راحت. بس فدوى والله استاذ خلال منتبه، بس يومية بس 5-6 يسلبون بالكترات بالسوق. على كل هاي ما تقدر لها يعني؟ لا ما اقدر لها والله، اسف. زين شوف لي حظ ابني رعد، ابني حظ ابني مواليد 89. دقيقة ايش قد؟ مواليد 89 ابني رعد. نعم. واني هم مستقبل المستقبل شنو يعني؟ بس مواليد الكامل. نعم. مواليد الكامل. مواليد 89 13/8/89 برج الأسد. ساعة الولادة مالته؟ والله ما أدري بها، أنا هو أموره شوية تعبانة ودريت أشوف مستقبله شنو. ما عنده شيء تعبان لا سمح الله، إذا يدرس ما عنده لا سمح الله فد أمور تعرقله يعني تسوي حياته لا تعبان. لا حياته العائلية مو شيء. لا دقيقة بس اسمح لي، ما عنده شيء من الخريطة مالته بغض النظر عن الساعة. أكو ناس مثلاً إيه؟ هذا الشخص يكون عنده متاعب او كذا، هذا هو شويه ترى يعني، ولو هو ابنك الله يحفظه بس هو هو بالبلاوي. لا والله. اي والله اخذها من عندي يقول له خلاتي هيك يقول. اي هو بالبلاوي، الله يساعد اهله. او هو متزوج مو؟ اي متزوج عنده 3 رجال. هو يتزوج شنو معذبته استاذ خلال؟ لا هذا هو معذبها والله يعني، حتى لو هي معذبته ما اقول لك لا، بس اني اوقف ضده يعني بصراحه للامانه. هذا من الجرعه. زين اوكي انت والده، بس بغض النظر عن العاطفه شلون كان من طفل لحد الزواج عليك الله؟ والله هو مدلل وده يحط كل ما عنده على زوجته، بس هي زوجته من نوعيه خاصه من النوع اللي توب يعني شغلات معينه ما اقدر احكيها بعد. نعم بس هو لا للامانه غير اني، هذا اذا واحد يخاورني على هذا التاريخ اقول له الله يستر منه، ما ينخاف عليه هذا والله، ما ينخاف. لا يعني مستقبله زين ان شاء الله. هذا ما ينخاف، اوفك من المستقبل، هذا كلتنا يودينا هيك فرنا يبيع ان شو اسمه الهواء ويرجعنا احنا كل شيء بنعرف ونصدقه. انت ابوك اعرف اكثر من عندي. تسلم عيني. تسلم. الله يسلمك يا هلا.
تسلم ابويا تسلم عيني في امان الله. يا هلا بك. اشكرك. الله وياك. مشاهدينا الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. نكون الآن مشاهدينا الكرام مع توقعات النجوم لجميع الأبراج خلال هذا الأسبوع، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. نقول لمواليد برج الحمل تنشطون في السفر والاتصالات، منكم من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يركز جيدا. من صباح الأربعاء بيسعكم إدخال أي تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة. من صباح الجمعة تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم. من صباح الاثنين يتراكم العمل لديكم، لا تهملوا صحتكم. مواليد برج الثور احذروا في أي خطوة مالية جديدة. من صباح الأربعاء تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة داخل المدن. من صباح الجمعة تنهمكون في إدخال تعديل على شؤونكم البيتية والعقارية، بيسعكم التفاهم مع أفراد العائلة. من صباح الاثنين تشعرون بنسبة جيدة من الحظ عاطفيا وماليا، وتسعدون لخبر يتعلق بأحد أولادكم. مواليد برج الجوزاء أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية، مع ذلك واصلوا عملكم بشكل اعتيادي وتجنبوا أي خطوة جديدة ذات أهمية. من صباح الأربعاء خففوا من النفقات قدر المستطاع. من صباح الجمعة تنشطون في السفر والاتصالات، كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة داخل المدن. من صباح الاثنين تنهمكون في إدخال تعديل على شؤونكم البيتية والعائلية. مواليد برج السرطان، ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة يزول تدريجيا ابتداء من صباح الأربعاء، حيث تبدأون فترة أفضل تعيد إليكم نشاطكم وحيويتكم، وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم. من صباح الجمعة من جهة ثمة فرصة لمكسب مالي، ولكن من جهة أخرى ثمة نفقات متصاعدة. من صباح الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات. مواليد برج الأسد تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء، منكم من يشارك في مناسبة سعيدة. من صباح الأربعاء تجتازون فترة غير مريحة، انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم، لا تبالغوا في مجهودكم الجسماني. من صباح الجمعة تكونون أكثر نشاطا وحيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم. من صباح الاثنين تنهمكون في إدخال تعديل على ميزانيتكم، خففوا من نفقات غير ضرورية. مواليد برج العذراء، حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل، واصلوا عملكم الاعتيادي ولا تبادروا إلى عمل جديد. من صباح الأربعاء تنشطون بين الأصدقاء. من صباح الجمعة تتراجع صحتكم وإنتابكم شعور بالملل والتعب. من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب ألا يهمل في الفحص والعلاج. ابتداء من صباح الاثنين يتغير الوضع للأفضل، حيث تستعيدون نشاطكم وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور. مواليد برج الميزان، تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، توقعوا بعض التعطيل. من صباح الأربعاء تتركز جهودكم حول المحافظة على سمعتكم ومصالحكم في مجال العمل. من صباح الجمعة تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. من صباح الاثنين تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تلزمكم بعدم المبالغة في مجهودكم الجسماني، نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا كافيا من الراحة. مواليد برج العقرب، تجنبوا أي خطوة مالية جديدة وتفحصوا حسابا ماليا مشتركا صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من صباح الأربعاء تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، كونوا أكثر وعيا على الطرقات. من صباح الجمعة تتجه أنظاركم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية. ومن صباح الاثنين تنشطون اجتماعيا وبين الأصدقاء. مواليد برج القوس، يتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة. من صباح الأربعاء تنهمكون في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة، خففوا من النفقات وتفحصوا حسابا مشتركا. من صباح الجمعة تنشطون في السفر والاتصالات البعيدة، كونوا أكثر صبرا على الطرقات. من صباح الاثنين تتجه أنظاركم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، بوسعكم المحافظة على إنجازاتكم القائمة. مواليد برج الجدي، واصلوا عملا شرعتم به قبل ولا تبادروا إلى عمل جديد، انتبهوا إلى صحتكم. من صباح الأربعاء ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العاطفة والعمل. من صباح الجمعة تنشغلون في ضبط ميزانيتكم، ثمة نفقات متصاعدة، صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية.
من صباح الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد، توقعوا بعض التأخير. مواليد برج الدلو، كونوا أكثر حكمة أثناء التعامل مع أحبائكم وأولادكم. من صباح الأربعاء يتراكم العمل لديكم وتكون صحتكم بحاجة للرعاية أكثر. من صباح الجمعة ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة. من صباح الاثنين يدخل التعديل المطلوب على ميزانيتكم، ثمة فرصة لمكسب مصدره شراكة أو تعويض. أخيرا مواليد برج الحوت، تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم. من صباح الأربعاء تبحثون عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم، كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم. من صباح الجمعة انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم ولا تبالغوا في جهدكم الجسماني رغم تراكم العمل. من صباح الاثنين يتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام لآخر المستجدات والأخبار البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج. إلى أن نلتقيكم مجدداً أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية. مع السلامة.